خريجة جامعة بيزنس ادمنستريشن كريدت اور سيستم جامعة عين شمس. بعد ما والدي توفى انا ما لناش مصدر رزق تاني خالص غير هنا، يعني والدتي ما بتشتغلش. الديون وصلت مثلا 100,000 جنيه للتجار في السوق، مع ان الحاجات نفسها كانت خسرت على حاجات كانت بايظه، على فتره المرض، على ان احنا قفلنا المحل لما هو توفى، حاجات كتيره فما كناش عارفين نعمل ايه. طبعا بحب التعب، فهم لما قالوا لي ما فكرتش في التعب على قد ما فكرت ان انا مش هقدر اواجه الناس، يعني مش هقدر اواجه الناس خالص. بعد كده قعدوا يقنعوني، فمحمد قال لي يا هي انت هتيجي تقعدي على الكاشير بس تشوفي مالك وتشوفي مالك عشان المال السايب هيعلم السرقه. المحل بتاعنا من سنه 65 وطول عمره محل مشهور جدا جدا. زمان كان دايما تخرج يبيع للممثلين كمال الطويل، ام كلثوم، اي ناس كانت ساكنه هنا، عبد الحليم حافظ. بصراحه من احلى الجمل اللي اتقالت لي لسه من كام فتره، انا بنت وعندي 3 اخوات ولاد، فهم قالوا لي انت بنت وبالثلاث اخوات ولاد. يومي بيبدا من الساعه 5 الفجر، بنزل اجري، اجري بقى ماشي على جدول جري طبعا مسافات. اول حاجه بعمل التسخين وورمنج اب دايناميك، وبعد كده ابتدي اجري مسافتي اذا كانت بقى مسافه صغيره مسافه كبيره او عامل سرعات او حسب التمرين اللي عندي. وبعد كده بعمل الورمنج والستريتشنج اب، وبعد كده باجي اخلص على طول اقوم جايه المحل افتح من الساعه 8 لحد الساعة 8 بالليل. بعد كده اجي افتح ابتدي بقى اخرج الفرش بتاعنا بره زي ما انا حاطاه بره كده، ابتدي اخرج العجلة بره، ابتدي ارفع الباب، ابتدي افتح الانوار. دايما احنا بنعتمد هنا على الشكل، وانا عندي موضوع الامانه ده جدا، يعني ما اقدرش بصراحه ما بقدرش فعلا ابيع اي حاجه وحشه، يعني ما احطهاش تحت ولا فوق ولا حد مش ياخد باله. فابتدي ابدا المشروع، استلفت من صاحبتي 2000 جنيه جبت بضاعه بسيطه جدا، ما يعني ما تقدرش تفرش المحل بتاعي اصلا. يا جماعه اتكلم 5 سنين كانت الدنيا ارخص شويه. بعد كده ما فرشته، ما كانش ليا زباين، فقعد يوم مثلا ما كنتش حتى جمعت المبلغ، فابتديت اعمل ابيع الحاجه مثلا بثمنها عشان اخلي الزبون يجي يعني يجي يسال على حاجه الاقي ثمنها ارخص، يسال عليها في الشارع الاقيها اغلى. الرياضه كانت مهمه جدا في الموضوع ده، ان هي يعني ساعدتني ان انا ما اتعبش، لو شلت حاجه تقيله ما اتعبش، مثلا هدخل يوم طويل ما اتعبش. بس كان وانا صغيره كان حلمي ان انا الناس تاكل اكل صحي، فالموضوع ده اتفتح لي جدا لما جيت المحل، حسيت ان انا ممكن اعمل اكل صحي ابيعه للناس، يعني عن طريق مثلا عصير صحي. وقفت الشارع غيرت ايه، يعني علمتني ان انا ازاي اواجه الناس كلها حتى لو واقف قدام مين عادي، لو انت على حق تفضل تتكلم. نفسي افتح كذا فرع باسمي شخصيا، يعني افتح كذا فرع باسمي شخصيا وما يكونوش متخصصين في الخضار والفاكهه بس. انا نفسي افتح فعلا فكره ان انا ابيع اكل صحي مع الخضار والفاكهه والعصاير، بس كلها حاجات صحيه. فعلا اهندل الموضوع ان الناس مش الدايت والاكل الصحي مش للناس اللي معاها فلوس بس، لا ممكن اي حد فعلا يسيستم حياته ياكل اكل صحي.